السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية، اخبار مهمة جدا عن البيتكوين ممكن تساعد وتسرع بانفجار البيتكوين وارتفاعه لمناطق وقمم جديدة هذا العام. اما نبلش الفيديو بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. أول أصدقائي خلينا نتكلم عن اللي صار بالأمس. أمس انخفضنا لمناطق 29500 وحافظنا على دعم 29800 بعد ارتداد وتأكيد كسر وهمي، وبعد ارتداد مرة ثانية إلى أعلى دعم 29800. حافظنا على ترند صاعد مهم جدا وعلى دعم 29800 اللي تكلمت عليه بالفيديو السابق، وتكلمت وحكيت بالفيديو السابق انه ممكن يصير عملية تلاعب بانخفاض بسيط وبعدها ارتفاع مرة تانية ونعاود الصعود مرة تانية. الاخبار اللي صدرت اليوم اخبار مهمة جدا للبيتكوين وممكن تساعد وتأثر بارتفاع البيتكوين. لازم نعرف اصدقائي انه حاليا عمليات الهبوط عم تصير للاكواد صفقات اللونج المفتوحة، وطبعا هاي الاكواد كلها عبارة عن تصفية وعملية تلاعب من المنصات، مثل ما بنعرف مثل منصة باينانس، كوين بيس، كريبتو دوت كوم، هاي المنصات بتعمل عمليات تلاعب عن طريق بيع وشراء قطع من البيتكوين حتى تساعد بتصفية اكبر عدد ممكن من الصفقات. يعني مثلا اذا عندي 500 مليون دولار تتصفى عن مناطق 29500، منصات بتساعد بعمليات البيع حتى ينزل بيتكوين لهي المناطق وتتصفى اكبر عدد ممكن من الصفقات. وطبعا بما انه المنصات بتعرف انه في صعود قادم للبيتكوين، فلازم يسرعوا عملية تصفية صفقات اللونج حتى يصير الصعود ويصفوا ويلكدوا صفقات الشورت اللي راح تفتح اسفل الدعوم. خلينا نبدأ بأخبارنا أصدقائي. اليوم رح تبدأ جلسة SEC اللي هي جلسة لهيئة أوراق المالية والبورصات للموافقة والنظر في صناديق الـ ETF سبوت الخاصة بالبيتكوين. طبعا تم إنشاء العديد من الصناديق الـ ETF، أهم صندوق بلاك روك، الصندوق التابع لشركة بلاك روك. اليوم رح يتم طرحه لهيئة الأوراق المالية والبورصات ورئيسها غاري جينسلر. إذا تم الموافقة على هاي الصناديق رح تدخل مليارات الدولارات ومئات مليارات الدولارات لسوق الكريبتو وللبيتكوين خاصة. طبعا عندي تقريبا 4 صناديق رح يتم طرحها على غاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال 24 ساعة القادمة. وطبعا تمت موافقة على صندوق ETF سبوت الخاص بشركة فالكري. وعندي الأخبار الثانية أصدقائي اللي هو للمرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشخص أصدقائي اسمه روبرت إف كيندي جونيور، تقدم إلى وترشح إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2024. حاليا عم بيقول انه عنده خطة كبيرة لدعم البيتكوين وربطه بالدولار الأمريكي. قال نحن سنضع خطة لدعم الدولار الأمريكي وسنقوم بربطه بالبيتكوين. والشيء الثاني قال نحن سنقوم بإعفاء البيتكوين من الضرائب في حال انتخبته وانتخب الشعب الامريكي هذا الرئيس المرشح. طبعا اذا فعلا نجح بانتخابات الرئاسة وانتصر بهاي الانتخابات، فهذا الشيء يسبب ويسرع بارتفاع البيتكوين، لانه راح يتم تخفيف قبضة هيئة الاوراق المالية والبورصات والسلطات الادارية الامريكية على البيتكوين وسوق العملات المشفرة. انا حاليا اصدقائي داخل صفقة لونج على البيتكوين، وطبعا انا بتداول على منصة اكسس بسبب سهولة وسرعة قبول الصفقات وتنفيذ الاوامر. بتداول على منصة اكسنس، الرابط موجود اسفل الفيديو. اي شخص بينضم لنا على طريق المنصة عن طريق رابطنا راح يدخل مجانا لقناتنا التليجرام. طبعا اصدقائي انا حاليا فاتح صفقتين لونج، كل صفقة بقيمة 0.20، يعني انا داخل اجمالي صفقاتي هي 0.20 لوت، يعني تقريبا ربع لوت. نظام تداول على منصة اكسنس نفس نظام تداول على انتي 4 والانتي 5 الخاص بالفوركس، بتداول ذهب، بيتكوين، وطبعا فوركس بكل انواعه واسهم كل انواعها. طبعا قبول اوامر سهل جدا، كل عليك انه تحدد قيمة اللوت وبعدها تضغط شراء حتى تفتح عندك صفقة بشكل سريع. واغلاق الصفقات عبارة عن الضغط على علامة الاكس. طبعا عندي تيك بروفيت وعندي الستوب لوز، تنفيذ اوامر سريعه والصفقات بتفتح معي بسرعه جدا. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل الجرس، تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عام العملات الرقميه. مع السلامه، دمتم بخير.